آه، تقول الفقرة لمصر مكانتها المرموقة وكم صعوبات مرت بها واستطاعت أن تتخطاها وهي رافعة رأسها وليست مكانة مصر ببعيدة عن القاصي والداني كليهما فيا أبناء مصر مصر أمانة في أعناقكم آه، أول سؤال في النحو إصلاح أعرب ما تحته خط الكلمة الأولى لمصر مكانتها آه، دائما أقول للطلاب لابد أن أعرف نوع الجملة التي أمامي فلمصر مكانتها بالنظر الى الجمله ما فيش فعل جه لحد دلوقتي اذا الجمله اسميه وبدات الجمله بجار ومجرور اذا المبتدا جاء متاخرا مباشره والممتحن كثيرا ما ياتي بهذا السؤال يا استاذ محمود يمكن نعم. كمان في امتحان السودان لها مدارها لمصر مكانتها اذا كلمه مكانتها هنا مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه الرفع الضمه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه أي ضمير يتصل باسم ضمير مبني في محل, محل جر تمام طيب وهي رافعة رأسها نعم رافعة الضمير جاءت بعده كلمة رافعة ما يأتي بعد الضمير يعرب خبر هي رافعة وهنا الجملة اسمية أقرب جملة الجملة اسمية هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ رافعة خبر مرفوع علامة رفع الدم الظاهر نعم وليست مكانة مصر ببعيدة نعم الباء هنا حرف لا جر. الاول الصح عشان يعني نركز في دي بالذات مع ابنائنا الاعزاء لان كتير جدا من طلابنا وابنائنا وبناتنا يعني للاسف بيخطأوا في مثل هذا السؤال نعم. يعني انا اتقمص شخصيتهم ودورهم واقول هتغلط اه يعني اغلط اسمح لي ان انا اغلط يعني واقول ان الباء حرف جر وبعيدة اسم مجرور ايه راي حضرتك هو الباء حرف جر تمام بس البعيده مش اسم مجرور هو مش كل اسم بيقع بعد حرف الجر يبقى اسم مجرور الباء هنا حرف جر زائد 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 طب يعني ايه حرف جر زائد يا يعني ممكن استغنى عنه من العباره أوه. يعني دم. معنى كده ان اللي بيجي بعد حرف الجر الزائد بيعرب حسب موقعه في الجمله نعم وحضرتك قلت كلمه كويس او اعرف منين ان حرف جر زائد الباء هنا في نفي اللي هو ليست تمام واذا حذف لا يؤثر في مضمون الكلام اه يعني ممكن اقول ليست مكانه مصر بعيده عن القاسي والدين تمام يعني معنى كده اقول خبر ليس الصلاح طيب خبر ليس هنا اقوله طب انا محتار هو بيقول وليست مكانه مصر ببعيده م. ده ممكن حتى هو يضبطها لي بالعند كده احط لي كسرتين تحتها وانا عايز اقول خبر ليس طب ازاي اقول خبر ليس مجرور هنقول خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا وإما أن نقول خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة منع ظهورها حرف الجر الزائد اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد وأسهل لهم الصلاح ان أنهم يقولوا مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا نعم. تمام الكلمة الأخيرة في الإعراب تقول فيا أبناء مصر مصر أمانة في أعناقكم لا كان كلمة مصر مصر تمام أبناء, أبناء مصر, مصر. تمام نعم. كلمة مصر يا صلاح مصر هنا أبناء نكرة ومصر معرفه فكلمه مصر هنا مضاف اليه مجرور ويمكن ان نقول مجرور بالكسرة وممكن ان نقول مجرور بالفتحه لان كلمه مصر يجوز منعها, منعها, ويجوز. منعها ويجوز صرفها. طيب استاذ محمود لو حبينا نعرف كلمه مصر الثانيه لان الناس كتير ممكن تقول لي يعني ده توكيد لفظ دعني اخطا <applause> <أنا>. تمام <applause> يعني اخطئ اخطئ هي للأ... طبعا للاسف ابنائنا يعني يمكن منهم اللي بيتسرع الصلاح والدرجه غاليه ابنائنا وبناتنا الدرجه غاليه صعب قوي ان احنا نضيع درجه في سؤال سهل. طبعا انا بقول يا ابناء مصر اذا ده نداء وخلص هبدا جمله جديده يا استاذ صلاح مصر أمانة في أعناقكم، فكلمة مصر هنا هتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. نعم، وأنا دائما أقول لطلابي انظر لأقرب جملة، ستجد أن هذه جملة جديدة. تمام. مصر أمانة في أعناقكم. جملة اسمية. نعم. أستاذ صلاح استخرج خبرا تقدم على المبتدأ وبين حكم التقديم مع بيان السبب. نعم. احنا اعربنا قمنا باعراب كلمه مكانتها على انها مبتدا مؤخر مرفوع تمام اذا اين الخبر الجار والمجرور؟ اللي هو كلمه لمصر نعم, نعم. اذا هذا هو الخبر الشبه جملة الذي تقدم على المبتدا تمام وهنا السبب ان هناك ضمير عائد على الخبر مكانتها في كلمه مصر, مصر. نعم. في كلمة نعم. مكانتها كيف. اللي هي ضم... على مصر نعم عايد على مصر يعني معنى كده صلاح إذا كان المبتدأ متصلًا بضمير يعود على بعض الخبر لابد يتقدم نعم. الخبر على المبتدأ وجوبًا وهذا هو السبب م. هنقول مكانتها دي المبتدأ طبعًا الخبر هنقول شبه الجملة لمصر والسبب لأن المبتدأ متصل بضمير يعود على بعض الخبر استخرج نعتًا جملة وبين موقعها من الإعراب يعني مفتاح ادنعة الجملة أعزائي الطلاب هو الاسم النكرة تمام ابحث عن اسم نكرة لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات نعم. وبالنظر إلى الجملة نجد وكم صعوبات اسم نكرة مرت بها تمام صعوبات اسم نكرة وهنا كلمة صعوبات تمييز مجرور إذا مرت بها مرة جملة, جملة فعليه تمام طيب من محل الفعل جر. نعم من الفعل والفعل المستتر اللي يعود على مصر. نعم تمام اذا هي جمله فعليه في محل جر, جر. نعم. نعم لان اللي قبلها مجرور. طيب آه نريد استخراج حال يا صلاح آه واحنا عارفين ان الحال اما ان ياتي مفرده تاتي مفرده واما ان تاتي جمله اسميه او فعليه واما ان تاتي شبه جمله ولكن في الجمله بالتحديد يا ربما يكون الرابط لأن لابد من وجود رابط في جملة الحال سواء كانت جملة فعلية أو جملة إسمية. ربما يكون هذا الرابط هو الواو، ربما يكون الضمير، وربما يكون هما معا الواو والضمير. يعني مثلا لو قلنا الصلاح عاد الطلاب يهللون. إذا الرابط هنا في جملة يهللون هي الضمير في الواو الجماعة في الضمير في كلمة يهللون. أما لو قلت مثلا زرتك والشمس ساطعة والشمس ساطعة دي جملة حال فالرابط هنا هو الواو م. ولكن ممكن أقول رجع محمد والسماء تمطر يبقى الواو. وهو مسرور وهو مسرور يبقى الواو والضمير هي الرابط معنا. طيب هنا الحالة الصلاح إذا كانت جملة أو إذا كانت مفردة أو إذا كان نجيبها إزاي؟ أه نجد أن الحال أولا يسأل عن الحال بكلمة كيف وغالبا يعني او دائما ياتي في الجمله الفعليه. تمام فسنجد استطاعت ان تتخطاها وهي رافعه راسها. نعم. اذا كلمه وهي رافعه كيف تتخطاها؟ كيف استطاعت ان تتخطاها؟ وهي رافعه. وهي رافعه. تمام. اذا هذا حال جمله اسمية. نعم. هي ضمير مبني في محل مبتدأ، رفع مبتدا رافعه خبر مرفوع بالضمه والجمله الاسميه في محل نصب حال والواو هنا واو الحال. الحال والرابط هنا واو الحال والضمير اللي هي كلمه هي نعم ونوعها طبعا جمله اسميه طيب نريد وهو سؤال ايضا ياتي في الامتحان كثيرا يا صلاح نريد ضميرا في محل رفع واخر في محل نصب وطبعا هنقول رفع ليه ونصب ليه طيب الضمير اللي في محل رفع الصلاح سريعا نقول لأبنائنا ازاي نجيب الضمير اللي في محل رفع؟ أولا الضمير اللي في محل رفع يكون إما ضمير منفصل وياتي في ضمير مبني في محل رفع مبتدا مثلا نحن اقوياء وياتي انا ونحن, ونحن وهو وهي لا نعم فصل اما الضمير المتصل ياتي متصلا بفعل واما ان يكون واو واو الجماعه فاقول مثلا يفهمون حينما يتصل بفعل ماضي او مضارع او امر واو الجماعه دائما يعرب في محل رفع فاعل هي بتجمعها كلمه توانينا تاء الفاعل واو الجماعه الف نون النسوه ياء المخاطبه ناء الداله على الفاعلين نعم طيب استاذ صلاح والضمير في محل النصب ضمير في محل نصب الكاف والهاء والياء اذا اتصلت بالفعل ايضا يعرف ضمير مبني في او محل اتصلت بان واخوتها او بالحروف أو الناسخه وكذلك نعم. ناء الداله على المفعولين اذا اتصلت بالفعل بتكون في محل نصب مفعول به او ضمير منفصل وهو كلمه ايا زائد الضمير زي كلمه اياك واياي والى اخره ويجي بعدها فعل اما اذا طلب ضمير في محل جر وهو اسهل شيء اي ضمير اتصل باسم او بحرف يعرب ضمير مبني اما بحرف يعرب بضمير مبني في محل جر اسم مجرور في حرف جر واما اذا اتصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اذا الضمير في محل رفع الصلاح يعني انا شايف كلمات هي, هي وهي رافعه اذا هو ضمير منفصل مبني في محل رفع ليه لانه مبتدا دعم. اما الضمير اللي في محل نصب هنلاقي ان في كلمه تتخطاها في ذلك الفعل هنلاقي ان في إلهاء في كلمه تتخطاها الصلاح ها هي في محل نصب مفعول به بي. عشان كده هي ضمير في محل نصب ايضا استخرج كم وبين نوعها وايضا اعرب تمييزها كم صعوبات مرت بها وطالما وجدنا ان كم التمييز جمع فهو جمع مجرور وهنا كم خبريه والتمييز آه، تمييز مجرور بالكسر. بالاضافه وعلامه الجر الكسره نعم. آه، اسما منقوصا واجمعه جمعا سالما. بالنظر الى القطعه سنجد القاسي والداني والاسم المنقوص هو اسم اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها. تمام فسنجد كلمه القاسي وعند جمع الاسم المنقوص تحذف الياء وتوضع واو ونون فنج... أو ياء ونون هنا لو ستجمع في جملتها سنقول عن القاسين والدانين أما إذا ستجمع دون جملتها فنقول القاسون والدانون, والدانون, والدانون نعم تمام نضم الحرف اللي قبل الواو ولو بالياء والنون نكسر الحرف اللي قبل الياء طيب ملحقا بالمثنى وأعربه احنا عارفين الصلاح أن الملحقات المثنى أربعة كلمات كلا أربع كلمات نعم اللي هما كلا وكلتا واثنان واثنتان وفي الغالب كلا وكلتا هما اللي بيكونوا موجودين اصلاح هل نعم في كلا وكلتا هنا كليهما تمام يعني القاسي والداني كليهما وكلا وكلتا اذا اتصل بهم اذا اتصل بهما ضمير يكونان من ملحقات المسنى وهناك شرط اخر ليعربى توكيد اذا حذف من الجمله لا يؤثران في مضمون اخيرا الصلاح منادى وبين نوعه وحكمه المنادى يا أبناء. يا يا ابناء ابناء كلمه ابناء نعم نوع مضاف لانه جاءت بعده مضاف وهو منادى منصوب وعلامه النصب اذا الحكم النصب صلاح كنا